جراج حويدر تصدر الترند العراقي خلال الأيام السابقة. زين ليش؟ كلمة ما حد يفهمها من العرب غير العراقيين، وهي تسمية جديدة أو وصف الملعب جذع النخلة بالبصرة. اسمه جراج حويدر، باب زرقة كبيرة مكتوب عليه جراج حويدر. أنت طب وبعد ما لك شغلة. أنا هسه أروح لوداعتك. أقول لك شكو. ترى أنا ما مسؤول. عليش. افتهمت؟ عليش. لأن جراج حويدر اللي طب له ما يطلع منه سلامات. وشنو يا بي؟ شنو يا بي؟ أول ما طبيت استقبلوني قلابي دفران. إيش كلات؟ هسه تروح إن شاء الله وتشوف. وشنو يا بي؟ بحر الظلمات؟ دك بابا بحر الظلمات أول. بعد إعلان قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ضجت الحسابات العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي المنتخبات المنافسة في المجموعة، واللي أطلق عليها المجموعة العربية. هي تضم 5 منتخبات عربية لجانب كوريا الجنوبية، وحملت المنشورات جراج حويدر، الأمر اللي ثار تساؤل المدونين العرب، وكلها تقول شنو جراج حويدر؟ المعلق العماني خليل البلوشي فهم الموضوع ونشر على حسابه فيديو للناس اللي ما فاهمه شنو قصة جراج حويدر. شنو قصة جراج حويدر هذه؟ أو ليش استخدم العراقيين هذا المصطلح اللي هو جراج حويدر؟ فالموضوع كله عبارة عن تعبير مجازي استخدمه أهل العراق اللي هو جراج حويدر لوصف ملعب جذع النخلة اللي موجود في البصرة. الاسم تم أخذه من مسلسل عراقي مشهور اسمه عالم الست وهيبة. شخص آخر يقول له أنا راح أوديك الجراج حويدر، هذاك يقول له إيه شو المشكلة يعني خلني أروح بجراج حويدر، بس قال له ها أي شيء يصير لك في جراج حويدر أنا مالي علاقة فيه. وجراج حويدر هذا مكان اتخذه بعض أفراد العصابة اللي موجودين في المسلسل لمعاقبة أعدائهم. يعتقد العراقيين أن المنتخب العراقي على الرغم من كل الصعاب راح يكون قادر على هزيمة كل خصومة بمجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2026 واللي راح تصير بالبصرة على أرض ملعب جذع النخلة.